طيب النهارده تاني سيكشن لينا هنتكلم فيه عن الايكويشنز اللي احنا هنبتدي نستخدمها في الاوبن تشانلز. تمام، امبارح اتكلمنا عن ايه، شويه انترودكشن، عرفنا الفرق ما بين البايب فلو والاوبن تشانل فلو، عرفنا البروبرتيز بتاعت الكروس سيكشنز اللي ممكن تكون عندنا وازاي نحسبها زي الاريا والويتد بارامتر والهيدروليك مين ديبث والهيدروليك ريت. تمام، طيب النهارده هنبتدي بقى نشوف الايكويشنز اللي انا ابدا اتعامل معاها عشان ابتدي احسب مثلا الفلو اللي هو الدستشارج اللي ماشي عندي، ابتدي اشوف الفيلوسيتي القيمه بتاعتها قد ايه والكلام ده كله. تمام، طيب اول ايكويشن عندنا هي تشيزي ايكويشن. طيب تشيزي ايكويشن ده بيأسيوم ان هو الفلو عندي ستيدي يونيفورم فلو. تمام، طيب فمعنى الكلام ده ايه؟ ستيدي احنا قلنا امبارح ان التغير بتاع الووتر ديبث بالنسبه للزمن عند نفس المكان ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. ويونيفورم فلو التغير بتاع الووتر ديبث بالنسبه للمسافه هيكون ايكوال كام؟ هيكون ايكوال زيرو. تمام، وقلنا في حاله الاستيدي يونيفورم فلو ان انا عندي السلوب بتاع الشانل بتاعي اللي هو الاس نوت بيساوي السلوب بتاع الووتر سيرفيس اللي هو اس دبليو بيساوي السلوب بتاع التوتال انرجي لاين. تمام، اللي هو الاس اي. تمام، طيب لو انا عندي الشانل بالشكل ده، تمام، طيب الشانل دي مايله مع السطح الافقي، قلنا بزاويه بتبقى ايه، يبقى الزاويه دي بتكون ثيتا. تمام، طيب يبقى ده السلوب بتاعي، يبقى ده الايه البيد، صح، يبقى الاس هنا تبقى ايه، اس نوت. تمام، طيب تشيزي بيأسيوم ان هو ستيدي يونيفورم فلو، قلنا ستيدي يونيفورم فلو يبقى سطح المايه هيكون ماله، هيكون موازي للايه، للبيد، يبقى ده سطح المايه اللي موجود عندي، بحيث ان القيمه دي لو هي واي يبقى القيمه بعد مسافه ثانيه هتكون ايه، هتكون واي برضه، يعني سطح المايه ده بيوازي البيد اللي موجود عندي. تمام، طيب والقلنا السلوب هنا هيكون ايه، يبقى الاس دبليو اللي هو السلوب بتاع الايه، الووتر سيرفيس اللي موجود عندي. طيب بعد كده من الووتر سيرفيس او الهيدروليك جريد لاين، ما هو ده احنا قلنا امبارح عليه ايه، ان البريشر عنده ايكوال زيرو، وبالتالي ده سطح الميه هو ايه، هو الهيدروليك جريد لاين اللي موجود عندي. طيب عشان اطلع اجيب التوتال انرجي لاين، يبقى انا هبتدي ايه، اطلع بمقدار بي سكوير اوفر 2 دي، صح. طيب يبقى انا هاجي هنا، يبقى جبت التوتال ايه، التوتال انرجي لاين، وقلنا السلوب بتاعي هنا اللي هو ايه، اللي هو الاس اي، والاس اي برده بيوازي الاس دبليو والاس نو. تمام، في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب يبقى الشكل ده بتاع الشانل ده بيعبر عن ان الفلو بتاعي استدي ايه، يونيفورم فلو. تمام، طيب فاكرين حاجه اسمها كونزرفيشن اوف مومنتم، ان هو كان بيقول ايه، ان سيجما الفورسز في اي اتجاه بتساوي ايه، بتساوي الماس في الاكسلريشن او ريت اوف تشينج اوف مومنتم، بمعنى ان هو الماس في الاكسلريشن دي هي في الاصل ايه، التغير بتاع السرعه بالنسبه لايه، للزمن، صح. يبقى احنا بنقول ايه، الدي في باي دي تي. تمام، طيب لو انا جيت خدت كروس سيكشن في الشانل عندي وهرسم السيكشن بتاعي، السيكشن بتاعي طلع بالشكل ده وسطح الميه عندي كان هنا. تمام، طيب يبقى الجزء ده كله بيعبر لي عن ايه، عن الاريا، صح. طيب والجزء اللي بره ده بيعبر لي عن الويتد بريمتر. طيب هو مش الشانل دي انا واخد كروس سيكشن هنا، هي مش ليها طول معين، اللي هو الطول اللي جوه البورد ده، صح، اكن في طول لجوه للشانل بتاعتي، وليكن الطول ده هنقول عليه ال. تمام، طيب انا دلوقتي عاوز اطبق الكونزرفيشن اوف مومنتم على الشكل اللي موجود عندي. عشان نطبق الكلام ده كنا بنعمل ايه، باخد حاجه اسمها ايه، كنترول فوليوم، باخد جزء كده من الميه وابتدي ايه، ادرس الجزء ده. تمام، طيب لو جيت خدت الكنترول فوليوم ده بره عندي بالشكل ده كده،
طيب اول حاجه موجوده عندي هنا مش ده في وزن لتحت صح؟ طيب مركبه الوزن دي نتيجه ان انا حصل عندي في سلوب في التشانل هتبتدي ايه؟ يبقى ليها مركبه ثانيه صح؟ اللي هو في الاتجاه بتاع الفلو اللي عندي. طيب اللي هي هتكون كام؟ W ساين سيتا. يبقى انا عندي اول فورس هنا موجوده في الكنترول فوليوم اللي هي ال W ساين ايه؟ سيتا. اللي هو الويت او وزن بتاع الكنترول فوليوم ده مضروب في ساين سيتا نتيجه السلوب اللي موجود عندي. تمام؟ في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب بعد كده مش طول ما الفلو ماشي عندي بيتحرك في الاتجاه ده في ديسشارج مش في فريكشن بيحصل مع الجوانب بتاعت الشانل وبالتالي انا عندي تحت في القاع هنا في ايه او في الجوانب يبقى في شير صح؟ يبقى انا عندي تحت تاني حاجه موجوده اللي هو الشير فورس اللي هتكون عندي. تمام؟ طيب بعد كده انا عندي ايه؟ مش في البريشر عند النقطه دي ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. طب البريشر عند النقطه اللي تحت اللي هو جاما في اتش اللي هي هتكون جاما في واي صح؟ يبقى انا دلوقتي عندي البريشر عند النقطه دي ايكوال زيرو والبريشر عند النقطه اللي تحت دي هيكون كام؟ يبقى الجاما في الواي. طيب عند السكشن الثاني هيكون نفس الكلام يبقى هنا زيرو وهيوصل لمين؟ يبقى جاما في واي. طب هو مش المثلث ده هيبتدي يعمل لي فورس صح؟ طيب يبقى ده هيعمل لي فورس في الاتجاه ده كده وده هيعمل فورس في الاتجاه ده. تمام؟ الاثنين هيلاشوا بعض زي ما احنا هنشوف. طيب يبقى انا دلوقتي عاوز اطبق في القانون ده فانه اتجاه اللي هو الاتجاه اللي فيه الفورسز اللي موجوده عندي اللي هو الاتجاه ده. يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ يبقى عندي الاف دي صح؟ يبقى الاف تمام في الاتجاه ده ماينس ايه؟ في اف ثانيه بترد عليها في الاتجاه الثاني يبقى ماينس الاف. بعد كده في عندي ايه؟ اللي هو الوزن اللي هو دبليو ساين سيتا يبقى بلس دبليو ساين سيتا ماينس الشير. بس الشير ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن ستريس لازم يتضرب في ايه؟ في الاريا عشان يديني الفورس. طيب هي الاريا بتاعته هتكون ايه؟ البي في ال بالظبط كده. ليه؟ لان انا عندي الفريكشن بيحصل على الجوانب بتاعت التشانل وفي خلال الطول اللي جوه يبقى المساحه السطحيه بتاعتي تمام؟ يبقى انا هيكون مضروب في الاريا اللي هي هتكون البي في ال. الكلام ده هيكون ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. طب ليه ايكوال زيرو؟ مش انا عندي ان انا افترضت ان هو ستيدي فلو وبالتالي مفيش تغير للسرعه مع الزمن صح؟ يبقى بالتالي الكلام ده كله ايكوال كام؟ ايكوال زيرو. يبقى الفورس دي هتروح مع الفورس دي تمام؟ طيب بعد كده يبقى انا عندي دبليو ساين سيتا بتساوي الشير ستريس في البي في ال مظبوط؟ طيب يبقى انا دلوقتي عندي دبليو ساين سيتا الدبليو دي ممكن اشيلها واحط مكانها ايه؟ مش الويت بيساوي الام في الجي صح؟ طيب والماس بتساوي ايه؟ الرو في الفوليوم بعد كده في الجي صح؟ طيب يبقى انا دلوقتي عندي الكلام ده هيساوي ايه؟ الرو في الجي في الفوليوم. يبقى انا هشيل الويت بتاعي واحط مكانه الرو في الجي في الفوليوم. طب الفوليوم اللي موجود عندي هو عباره عن ايه؟ الاريا في الطول اللي جوه صح؟ اللي هو الاريا دي الكروس سكشن اريا في الطول اللي جوه. يبقى انا كده جبت الفوليوم. يبقى الفوليوم عندي هيساوي الاي مضروبه في مين؟ في ال. يبقى انا دلوقتي هشيل الويت ده واحط مكانه ايه؟ يبقى الرو بعد كده الفوليوم اللي هو الاي مضروبه في ال بعد كده ايه؟ الجي. طيب مضروب في ساين سيتا. ساين سيتا احنا قلنا الزاويه دي صغيره جدا صح؟ وبالتالي ساين سيتا هتساوي ايه؟ التان سيتا تمام؟ اللي هو الميل اللي موجود عندي. في مشكلة؟ طيب احنا هنشتغل على انهي ميل؟ هشتغل على الاس نوت ولا اس دبليو ولا اس اي؟ ان جنرال هما التلاتة هنا في الكيس دي بيساووا بعض بس ان جنرال انا المفروض اشتغل على ايه؟ احنا قايلين ان احنا السطح المايه بتاعتنا بتتحرك من الانرجي الاعلى للانرجي الاقل
وبالتالي القانون ده لازم يظهر فيه حاجه بتعبر عن الانرجي، تمام؟ وبالتالي ان جنرال الاس الساين ثيتا دي، الثيتا دي في الحقيقه معبره عن السلوب بتاع التوتال انرجي لاين، عشان اخد في اعتباري الفرق اللي حصل ما بين نقطه واحد ونقطه اتنين اللي سبب لي ان في فلو بيتحرك عندي، تمام؟ وهما بيساووا بعض في الكيس دي، تمام؟ عشان احنا هو تشيزي فرض ان هو ستيدي يونيفورم فلو. طب لو ما كانش ستيدي يونيفورم فلو يبقى ساعتها لازم اعوض هنا، بدل ما اقول اس نوت اقول اس اي، عشان اخد في اعتباري الفرق اللي حصل في الانرجي ما بين نقطه واحد ونقطه اتنين، تمام؟ طيب يبقى هنا اعوض بمين؟ الاس اي. الكلام ده بيساوي ايه؟ التاو في البي في ال، تمام؟ طيب مش ال دي هتروح مع ال دي، ماشي؟ طيب بعد كده انا عاوز اجيب قيمه الشير ستريس اللي عندي. يبقى قيمه الشير ستريس هتساوي ايه؟ اولا الرو في الجي دي بالجاما، صح؟ طيب يبقى اول حاجه انا عندي التاو هتساوي الرو في الجي مضروبه في مين؟ في الاي على البي، صح؟ يبقى انا مضروبه في الاريا على الويتد بريمتيف، وبعد كده عندي ايه؟ اللي هو الاس اي، تمام؟ طب الاريا على الويتد بريمتيف دي مش احنا قلناها امبارح اللي هي بتساوي ايه؟ الهيدروليك راديوس، صح؟ يبقى انا دلوقتي عندي من هنا لقيت ان التاو دي بتساوي ايه؟ يبقى الجاما في الار في الاس اي، تمام؟ وبما ان الفلو عندي ستيدي يونيفورم فلو، يبقى الاس اي دي ممكن اشيلها واحط مكانها مين؟ يبقى الاس نو. يبقى القانون بتاعي ان التاو هتساوي الجاما في الار في مين؟ في الاس نو. في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب التاو ده عباره عن ايه؟ عباره عن شير ستريس، تمام؟ ما عشان بيساووا بعض، عشان هو يونيفورم فلو، وبالتالي الثلاثه دول اس نوت والاس دبليو والاس اي بيساووا بعض. طيب ده الشير ستريس، اليونت بتاعته ممكن تكون كيلوغرام بير متر سكوير، تمام؟ طيب الجاما للميه بكام؟ ب 1000 كيلوغرام بير متر كيوب. الار اللي هو بيعبر لي عن ايه؟ الهيدروليك راديوس اللي هو الاريا على الويتد بريمتر اللي هو اليونت بتاعته في الاخر بالمتر، تمام؟ وبالتالي الاس نوت ده هو ايه؟ حاجه ملهاش يونت، يونتلس، تمام؟ وبالتالي الاس نوت ده السلوب لو هو مديهولي اليونت بتاعته سنتيمتر بير كيلومتر، يبقى انا لازم اخليه سنتيمتر بير سنتيمتر او متر بير متر، ما ينفعش يكون حاجتين مختلفين، لان هو المفروض يكون ايه؟ يونتلس، تمام؟ طيب بعد كده تشيزي قال لك ايه؟ ان انا عندي الشير ستريس دي بتتناسب طرديا مع ايه؟ مربع السرعه. طيب وبما انها بتتناسب، مش انا اقدر اشيل علامه التناسب دي واحط ايكوال، يبقى لازم كونستنت في الايه؟ في الفي سكوير. طيب مش الشير ستريس دي انا لسه حاسبها فوق؟ طيب يبقى انا دلوقتي عندي الجاما في الار في الاس نوت بتساوي ايه؟ الكونستنت ده في الفي سكوير. طيب يبقى انا من هنا الفي سكوير دي هتساوي ايه؟ يبقى الجاما على الكي مضروبه في الار مضروبه في الاس نوت. يبقى انا لو عاوز اجيب الفلوستي دلوقتي هعمل ايه؟ سكوير روت، صح؟ يبقى انا هاخد الجذر بتاع الكلام ده مضروب في ايه؟ سكوير روت الار في الاس نوت. طيب الترم ده او الجزء ده من المعادله ده عباره عن ايه؟ ده السي. يبقى الفلوستي هتساوي ايه؟ السي في جذر الار في الايه؟ في الاس نوت. طيب هو السي ده عباره عن ايه؟ السي ده تشيزي كوفيشن، تمام؟ طيب وعامل تشيزي، يبقى انا دلوقتي عندي عرفت
ان السرعه بتساوي السي في ايه؟ في سكوير روت الار في الاس نوت. تمام. طيب هو مش من هنا اقدر اجيب الديسشارج، هو الديسشارج بيساوي ايه؟ الاريا في الفيلوسيتي، صح؟ يبقى انا دلوقتي عندي الديسشارج هيساوي ايه؟ السي في الاي في سكوير روت الار في الايه؟ في الاس نوت. طيب السي ده تشيزي كوفيشن، طب هل ليه يونت ولا لا؟ ها؟ ليه يونت؟ المعادله دي او علامه التناسب اللي احنا شلناها دي وحطينا مكانها كونستنت، الكلام ده اسمه امبيريكال ايكويشن، ما جاش غير بالتجارب المعمليه. وبالتالي لما جم عملوا المعادله لقوا ان الجزء ده مش بيتزن مع الترم ده كيونتس. ليه مش بيتزن؟ انا عندي الفلوسيتي بتساوي ايه؟ اليونت بتاعتها متر على الثانيه، صح؟ اللي هي اقدر اقول عليها ال على الدي، صح؟ طيب الكلام ده بيساوي ايه؟ يبقى انا دلوقتي عندي هنا ده التشيزي ده انا مش عارف اليونت بتاعته ايه. طيب في سكوير روت الار في الاس نوت، الاس نوت يونتلس، طب السكوير روت بتاع الار، الار دي ايه؟ يبقى الال الار ده الهيدروليك راديوس، تمام، اللي هو السكوير وهو هنا ده بالمتر وفي سكوير روت، يبقى الار ايه؟ تو باور هاف، صح؟ طيب يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ يبقى التشيزي ده ليه يونت ولا لا؟ ليه يونت. طب اليونت بتاعته ايه؟ اليونت بتاعته هتكون ايه؟ ال ال ذا باور هاف على مين؟ على التي. عشان كده دايما في المسائل يجي يقول لك ايه؟ التشيزي كوفيشنت مثلا برقم معين وليكن 62، 62 ويحط لك بين قوسين كده اللي هو ايه؟ متريك. متريك يعني هي ايه؟ ال ال دي بالمتر والتي دي بالسكند. وبالتالي هو حاجه لازم ايه؟ تبقى عارف اليونت بتاعتها. طب في امريكا مثلا مش بيستخدموا ايه؟ الاس اي يونتس، تمام، اللي هو السيستم انترناشونال، بيستخدموا اليو اس اللي هو بالفيل. عشان كده التشيزي كوفيشنت مش هيكون برقم 62، هيكون برقم تاني. خلي بالك انت بتعوض بايه؟ التشيزي كوفيشنت ده متريك ولا ايه؟ ولا ايه اليونت بتاعته؟ فاهمين؟ طيب التشيزي كوفيشنت ده بيعبر لي عن ايه؟ يعني لو التشيزي كوفيشنت ده زاد ايه اللي هيحصل للفيلوسيتي؟ هتزيد. تمام؟ وبالتالي التشيزي كوفيشنت ده اقدر اقول ان هو بيعبر ان كل ما السطح بتاعي كان ناعم كل ما السرعه بتاعتي هيحصل لها ايه؟ كل ما السرعه عندي هتزيد. طيب على عكس مانينج ايكويشن او مانينج كوفيشنت، مانينج كوفيشنت بيساوي ايه؟ او السي بتساوي الار تو باور 1 اوفر 6 على الام، تمام؟ وبالتالي عندي ايه؟ ال ان هتساوي كام؟ 1/c على السي، تمام؟ طيب ال ان هيكون لي يونت ولا مش هيكون لي يونت؟ اكيد هيكون لي يونت، صح؟ ما هو انا عندي اليونت بتاع ده ايه؟ ال ان، مظبوط؟ طيب والسي انا جايب اليونت بتاعتها، تمام؟ وبالتالي مانينج كوفيشنت ده كوفيشنت لي يونت، تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي عندي السي بتساوي الكلام ده، مش انا اقدر اجيب اشيل السي دي واعوض عنها بالقيمه دي، صح؟ يبقى انا دلوقتي عشان اجيب معادله مانينج يبقى الفلوسيتي عندي هتساوي كام؟ هشيل السي من الايكويشن دي، يبقى هتساوي الار تو باور 1 اوفر 6 على الان مضروبه في مين؟ الار في الاس نوت، تمام؟ طيب هو انا عندي هنا ار تو باور 1 على 6 وهنا ار تو باور ايه؟ نص. يبقى في الاخر هيطلع ايه؟ ان الفلوستي دي هتساوي 1 على الان بالظبط، الار اس 2 على 3 مضروبه في مين؟
جذر الاس نوت، يبقى دي المعادله بتاعت ايه؟ بتاعت ماني. في مشكله لحد دلوقتي؟ طيب مش من دي اقدر اجيب قيمه الستور. الستور هيساوي الاريا في الفيلوسيتي اللي هو هيساوي كام؟ يبقى واحد على الان في الاريا في ار 2 على 3 في جذر ايه؟ في جذر الاس نو. تمام؟ طيب هو كل ما الان بيزيد ايه اللي بيحصل للفيلوسيتي؟ كل ما الفيلوسيتي هتقل. تمام؟ وبالتالي الان ده بيعبر لي عن ايه؟ ان كل ما السطح بتاعي كان رف، كل ما كان السطح بتاعي خشن، كل ما الفيلوسيتي هيحصل لها ايه؟ هتقل. على عكس تشيزي، وبالتالي تشيزي بيعبر ان السطح بتاعي ناعم، يبقى كل ما زاد كل ما السطح بتاعي كان ناعم. مانينج العكس، كل ما كان زاد كل ما السطح ده معناه ايه؟ ان هو كان رف. تمام؟ حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ طيب اخر ايكويشن عندنا هي دارسي ايكويشن، ودي خدتوها في الفلويد ميكانكس السمستر اللي فات. فاكرين ال H فريكشن كانت بتساوي كام؟ في دارسي ال H فريكشن بتساوي ال F في ال L على ال D V سكوير اوفر 2D، صح؟ طيب يبقى دي كانت معادلة ايه؟ معادلة دارسي. طيب مش من هنا اقدر اجيب الفيلوسيتي؟ طب هجيب الفيلوسيتي ازاي؟ يبقى ال V سكوير بتساوي ايه؟ يبقى H فريكشن، H فريكشن في ال D 2D على مين؟ على ال F في ال L، صح؟ حد عنده مشكلة؟ طيب ال H فريكشن على ال L دي ممكن تعبر لي عن ايه؟ السلوب. بالظبط كده. يبقى ال H فريكشن على الطول اللي عندي دي مش هتعبر لي عن السلوب بتاع التوتال انرجي، صح؟ اللي هو ازاي؟ مش في سلوب للتوتال انرجي؟ طب هو مش انا عندي الفرق ده كنا بنقول عليه ده الاتش فريكشن اللي حصلت عندي، صح؟ طب هو السلوب بتاع الخط ده بيساوي ايه؟ بيساوي ده على الطول ده اللي هو الاتش فريكشن على الطول بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو ال L. تمام؟ عشان كده بنقول هنا ان الاتش فريكشن على ال L بيساوي السلوب بتاع التوتال انرجي. تمام؟ طيب يبقى انا دلوقتي لو عاوز اجيب يبقى الفيلوسيتي سكوير دي هتساوي ايه؟ يبقى انا دلوقتي عندي 2 جي على الاف لان دول كونستنت، صح؟ طيب يبقى دول كده خلاص. يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ مضروبه في المين؟ في الدي مضروبه في الاس اي. تمام؟ حد عنده مشكلة؟ طيب احنا بنتكلم دلوقتي دارس دي لو انا عندي ايه؟ كان في بايب بالشكل ده وماشي فيها فلو اللي هو الديسشارج ده. طيب هو الكروس سيكشن عندي هيكون عامل ازاي؟ دايرة. تمام؟ طيب هنفرض ان انا عندي دارسي فرض ان انا عندي ان الميه مليانه لحد السطح كله او الميه ماليه الماسوره او البايب اللي موجوده عندي. تمام؟ طيب لما يكون حاجه بالشكل ده يبقى الاريا عندي هتساوي كام؟ الاريا بتاعت الدايره نفسها اللي هي باي دي سكوير، صح؟ طيب الويتد بريمتر عندي هيساوي ايه؟ طيب الويتد بريمتر هيساوي ايه؟ الباي في الدي. تمام؟ طيب ممكن اعمل ايه هنا؟ الدي دي هتعبر لي عن ايه؟ اوكي. هنجيب ايه طيب؟ انت عاوز في الاخر تجيب الفلوستي
هتساوي كام؟ الفلوستي هتساوي سكوير روت 2 جي على الاف. تمام؟ وعندي ايه؟ سكوير روت الدي في مين؟ في الاس اي. تمام؟ ومنها اقدر اجيب مين؟ الستار. بس هي الفكرة كلها في دارسي ان هو افترض عنده ايه؟ الماسورة عندي او البايب عندي كلها ايه؟ توتالي فل، كلها دايرة. تمام؟ حد عنده مشكلة؟ ان الشوتالي فل دي مش هتبقى اوبن تشانل اصلا. لا ممكن تكون اوبن تشانل. بس لا تكون بارشل. توتالي فل دي ممكن تكون اوبن تشانل. ازاي؟ تخيل ان انت بتملى حاجة. تمام؟ بريشرايزد فلو ده انت بتقعد تملاها تملاها تملاها، هي عاوزه تخرج بره الحيز بتاعها فبتتضغط. تمام؟ لكن هنا انت مليتها بالظبط، مليت الماسوره عندك او البايب بالظبط، وبالتالي مفيش بريشر عاوز يخلي الماسوره دي تفتح لبره بالشكل ده كده. تمام؟ انا مليتها بس مليت البايب دي بالظبط بحيث ان هي ما تعمليش بريشر عاوز ايه؟ يكبر الماسوره او يفتح الماسوره. تمام؟ حد عنده مشكلة؟ أمسح؟ لا طيب واحدة واحدة. مسألة هيدروليكس محدش يفضل إيه؟ يقرأ المسألة كلها وبعد كده يشوف هو عاوز إيه من المسألة. تمام؟ ممكن تلاقي المسألة فيها كلام كتير، وبالتالي طول ما أنت ماشي في المسألة كده اقعد إيه؟ طلع الجيفنز اللي هو مديها لك. تمام؟ طيب فاول حاجه هو قايل عليها ايه؟ ان الشانل بتاعتي الكروس سيكشن بتاعي كان ايه؟ ريكتانجلر كروس سيكشن. طيب ابتدي ارسم ريكتانجلر كروس سيكشن بالشكل ده. طيب هو بيقول لي ايه دلوقتي؟ ابعاد الكروس سيكشن بيقول لي ان انا عندي 15 و2 متر وايد. 15 و2 متر وايد دي يقصد بيها ايه؟ البيد ويكس. يبقى البي سمول بتساوي كام؟ 15 و2. طيب بعد كده بيقول 2 و1 متر ديب، صح؟ وبالتالي ده الواي اللي عندي، يبقى انا عندي سطح الميه اهو ودي قيمه الواي. الواي عندي كانت بكام؟ 2.1 متر. تمام؟ كمل بقيه المساله. بيد سلوب، البيد سلوب اللي هو الاس نوت كانت قيمته كام؟ 15 سنتيمتر بير كيلومتر. تمام؟ طيب ذا ديستشارج، يبقى قيمه الديستشارج اللي عندي كانت كام؟ 20 متر مكعب ثانيه. السي اللي هو التشيزي كوفيشنت كان كام؟ 62، وكاتب بين قوسين كده ان هي ايه؟ متريك. تمام؟ وعرفنا ليه متريك، لان السي ده كوفيشنت ليه وحدات. ليه؟ عشان المعادله بتاعته امبيريكال، هو عملوا المعادله ولقوا ان الطرفين مش بيتزنوا مع بعض كيونت، وبالتالي لازم احط كوفيشنت ده يكون ليه ايه؟ يونت عشان يعمل بالانس للمعادله اللي عندي. تمام؟ طيب بعد كده طيب يبقى أول مطلوب عندي هو عاوز يشوف إذا كان الفلو عندي يونيفورم ولا نون يونيفورم. طيب يونيفورم ولا نون يونيفورم أعرفها إزاي؟ بالظبط كده. يبقى أنا هو مديني جيفن الإس نوت، هروح أجيب مين من القانون بتاع تشيزي؟ هروح أجيب الإس إي. يبقى كل اللي أنا عاوزه دلوقتي إن أنا أروح أحسب مين؟ السلوب بتاع إيه؟ التوتال إنرجي. لو الاثنين بيساووا بعض يبقى ده كان ايه؟ يونيفورم فلو. لو مش بيساووا بعض يبقى ده نون يونيفورم ايه؟ نون يونيفورم فلو. حد عنده مشكله؟ طيب يبقى عشان احسب الاس اي هعمل ايه؟ تشيزي، استخدم معادله تشيزي بما ان هو مديني ايه؟ تشيزي كوفيشنت، صح؟ طيب هي معادله تشيزي اللي فيها الديستشارج كانت بتساوي ايه؟ الكيو بتساوي ال C في ال A في سكوير روت ال R في مين؟ في ال S E. يبقى كل اللي انا عاوزه من المعادله دي ان انا اروح احسب مين؟ ال S E.
طيب الدستشارج عندي السي عندي موجوده. طيب يبقى لي ان انا اروح احسب الاريا واروح احسب مين الهيدروليك راديوس. طيب يبقى الاريا عندي هنا هتساوي كام؟ البي في الواي اللي هي كام؟ 15 و2 في 2 1 هتساوي كام؟ ناس طلع وتحل معايا، طلع كريتور وتحل معايا. واحد وثلاثين point 92 متر سكوير. طيب بعد كده عندي هروح احسب مين الويتد بريمتر عشان اجيب الار. الار الهيدروليك ريدس بيساوي الاريا على الويتد بريمتر. طيب الويتد بريمتر هيساوي كام؟ البي زائد 2.1 هيساوي كام؟ 19.4 متر. تمام. طيب يبقى من هنا اقدر احسب مين الهيدروليك راديوس اللي هو الار اللي هو بيساوي الاريا على الويتد بريمتر هيساوي كام؟ 1.645 متر. تمام. في مشكله؟ طيب يبقى انزل اعوض في المعادله بتاعه تشيزي. الكيو كانت بكام؟ ب 20 بتساوي مين؟ السي كانت ب 62 مضروبه في مين؟ في الاريا اللي هي 31.892 مضروبه في مين؟ في الار في الايه؟ في الاس اي. طيب يبقى من هنا الاس اي ده هيساوي كام؟ 6.2. طيب اليونت بتاعته هنا ايه؟ متر بير متر، سنتيمتر بير سنتيمتر، هي كلها واحد. تمام. طيب فوق كان 15 سنتيمتر بير كيلومتر. طيب يبقى الاس نود دي هتساوي كام؟ يبقى 15. طيب هحوله لمين؟ هحوله لسنتيمتر. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي عندي اللي فوق ده ما فيهوش مشكله، انا عندي تحت بير كيلومتر صح؟ طيب عشان احول من كيلومتر لسنتيمتر هحول ل 100 اللي هو هحول لمتر يبقى اضرب في 100، وبعد كده من متر لسنتي يبقى اضرب في ايه؟ من كيلومتر لمتر في 1000، بعد كده من متر لسنتي في 100 اللي هي كام؟ اللي هي هتساوي 15 10 to the power negative 8 5. طيب الاثنين بيساووا بعض؟ الاثنين مش بيساووا بعض، وبالتالي الفلو عندي ايه؟ في مشكلة؟ طيب المطلوب الثاني؟ طيب المطلوب الثاني هو عاوز يعرف الفلو اذا كان توتنج ولا ستريمنج. احنا قلناها امبارح احدد على اساس ايه؟ فرويد نمبر صح؟ يبقى انا لازم اروح احسب فرويد نمبر. طب هو فرويد نمبر كان بيساوي ايه؟ الفي على جذر الفي في الفي صح؟ طيب هي الفلوستي موجوده عندي؟ موجوده اللي هي بتساوي الكيو على الاي اللي هي الدستشارج اللي موجود على الاريا. تمام؟ طيب اللي هو هيساوي كام؟ الدستشارج كان ب 20 على 31.92 تطلع بكام؟ حوالي 0.626 متر بير سكند. طيب الفي اللي هو عباره عن ايه؟ الهيدروليك مين ديبس صح؟ اللي هو بيساوي ايه؟ الاي على التوب ويت مش ال A اللي هو ال B في ال Y على التوب ويتس اللي هو ايه؟ اللي هو ال B. يبقى هيطلع في الاخر هنا في ريكتانجلر سيكشن التوب ويتس بيساوي ايه؟ الهيدروليك مين ديبس بيساوي ايه؟ بيساوي ال Y اللي هو بيساوي كام؟ 2.1. طيب يبقى فرويد نمبر هنا هيطلع بيساوي كام؟ 14 من 100. طيب اكبر من واحد ولا اقل من واحد؟ اقل من واحد. يبقى الفلو عندي ايه؟ ستريمينج صح؟ فلويد نمبر كل ما كان قليل كل ما بيعبر لي ان الفلو عندي هادي فهو ستريمينج.
تمام اللي هو سب كريتيكال فلو. في مشكله سوبر كريتيكال السرعات فيه عاليه. طيب سؤال رقم 4، حد يقرا السؤال؟ تمام. ومانينج والسلوب عندي كام؟ يبقى السلوب اللي هو الاس نود 10 سنتيمتر بير كيلومتر. طيب هو بيقول ان هو في شانل والشانل دي فيها ايه؟ شانل ويز فلاد واي. طيب ايه بقى معنى الكلام ده؟ الشانل دي تخيلوا معايا ان انا عندي، انا باصص في البلان دلوقتي، الشانل دي كانت بالشكل ده والستارج ماشي فيها في الاتجاه ده، تمام؟ طيب هي الشانل دي جاي فيها ميه نتيجه ان انا عندي مثلا هنا شويه ايه؟ اراضي زراعيه، في هنا شويه مصانع، الشانل دي بتبتدي تغذيهم بالميه، تمام؟ طيب في الكيس اللي معمول ليها الشانل اللي هو الغرض الاساسي من الشانل دي ان هي تغذي الاراضي الزراعيه اللي موجوده عندي او المصانع او ايا كان ايه؟ هي الغرض بتاعها ايه؟ طيب ساعتها الفلو بتاعي بيكون ماشي بالشكل ده، ان انا عندي سطح الميه ماشي في الجزء الترابيزويدال اللي تحت، تمام؟ طيب الشانل دي وليكن ان انا كان عندي المنطقه دي كلها لما الدنيا بتمطر فيها، تمام؟ السترينز بتاعت الميه بتبتدي تتحرك وتروح ترمي في الشانل دي كده. تخيلوا معايا ان انا عندي زي طبق، والطبق ده انت ماسك حاجه قطره مثلا وعمال تنقطها في الطبق ده، ايه اللي هيحصل؟ لو على جانب القطره دي او نقطه الميه دي نزلت على جوانب الطبق هتروح ايه؟ نازله رايحه للطبق ذات نفسه. هو ده بالظبط الاريا دي بنسميها كاتشمنت، تمام؟ اللي هو الحوض بتاعي. طيب اي نقطه ميه هتنزل نتيجه المطر في الحوض ده هتبتدي تكون سترينز، تمام؟ طيب الاسترينز دي هتفضل تتجمع تتجمع لحد ما تروح مين؟ للتشانل. طب ليه عايز اجمعها في التشانل؟ عشان ما تغرقليش الارض اللي موجوده عندي، تمام؟ انا عاوز حاجه تصرف الميه دي. وبالتالي الكيس الثانيه اللي التشانل دي هتشتغل فيها ان هي شايله الدسشارج بتاعها القديم ومحطوط عليها الدسشارج الناتج من ايه؟ من ميه المطر اللي نزلت عندي، تمام؟ فهلاقي ان الميه عندي هتوصل في وقت من الاوقات للشكل اللي فوق ده، تمام؟ طيب العاصفه خلصت والستورم اللي موجوده عندي خلصت والمطره اللي بتنزل خلاص مشيت وتصرفت في التشانل دي وراحت لابعد نقطه هي بترمي فيها التشانل، جميل؟ طيب المايه ساعتها هترجع ايه؟ هترجع للكيس بتاعتها الطبيعيه تاني اللي هي شايله الدستورج اللي هي بتغذي منطقه معينه، صح؟ طيب المنطقه اللي فوق دي بيحصل لها ايه؟ ان هي بتتبل بالميه وبعد كده بتنشف، بتتبل بالميه وبعد كده تنشف، صح؟ بيحصل لها عمليه دراينج ويتنج، صح؟ طيب عشان كده الجزء اللي فوق ده قال ان هو ليه مانينج اوبيشن مختلف عن الجزء اللي تحت ده. ده ليه مانينج اوبيشن كان كام؟ وده كان ليه مانينج اوبيشن تاني. الميني تشانل 0.025 صح؟ الفلود واي 0.035. ده معناه ايه؟ ان مانينج اوبيشن او الحته دي كانت رف. طب ليه رف؟ ان هي بتتعرض لعمليه دراينج ويتنج. طب نتيجه العمليه دي مش بيبتدي ينمو شويه حشائش موجوده هنا؟ صح؟ طب مش الحاجات دي بتبتدي تعمل تزود الفريكشن وتزود الخشونه بتاعت السطح اللي موجود عندي؟ عشان كده مانينج اوفيشن تحت كان قليل، طلعت فوق مانينج اوفيشن عندي ايه؟ زاد. فهمتوا الشانل دي بتتكلم في ايه؟ طيب الكيس اللي موجود عندنا ان انا عندي خلاص انا مش عاوز الدستورج اللي موجود هنا، انا عاوز اشغل الشانل دي ساعد ايه؟ الوقت اللي كان فيه ايه؟ الفلود.
او فيها عاصفه اللي خلت لي ديستورج او الميه تعلى بالشكل ده. تمام. طيب ايه المطلوب من المساله؟ ان انت عاوز تحسب التوتال ديستورج اللي ماشي عندك في الكروس سيكشن ده. تمام. عاوز احسب التوتال ديستورج اللي ماشي عندي في الكروس سيكشن ده. طيب عشان احسب التوتال ديستورج الجزء ده برده الرفنس بتاعته عالي. طيب هي مالينج ايكويشن كانت بتساوي ايه؟ الكيو بتساوي 1 على الان في الاريا في ار اس 2 على 3 في جذر ايه؟ في جذر اس نوت. طيب ازاي هحسب مالينج اوفيشنت هنا؟ عندي بقنتين، هل اروح احسب الاريا بتاعت الشكل ده كله والار بتاعت الشكل ده كله وبعد كده اختار بقى الان دي اجيب الافرج مثلا ما بينهم؟ اكيد لا، صح؟ طيب يبقى لازم اعمل ايه؟ اقسمها. يبقى انا لما اجي اقسم يبقى النقطه اللي حصل عندها اختلاف في مالينج فين؟ هي النقطه دي. يبقى خلاص هاخد الجزء ده ايه لوحده. طب النقطه اللي حصل عندها اختلاف فين؟ الجزء ده. يبقى اخد الجزء ده ايه لوحده. تمام. طيب هو ليه يا باشمهندس احنا عملنا كده وما عملناش الشكل ده كده؟ ان احنا جينا قسمنا وقلنا ان كل الجزء الشريحه اللي فوق دي كده كلها ماشيه في الايه ليها مالينج كوفيشنت اللي هو بتاع ال N2. بالظبط. الخط ده وهمي مش موجود. بلس ان انت عندك الجزء ده كله هو ايه؟ اكنه ماشي في الحته اللي هي ايه؟ اللي موجوده تحت. طب ليه؟ انت لو جيت قفلت الشكل ده بالمنظر ده هتاخد الجزء اللي تحت ده، صح؟ وهتطبق عليه المعادله بتاعت مانينج وهتحسب له الاريا بتاعته اللي هي الترابيزويد، صح؟ طيب هو هل كده الجزء اللي تحت ده كده اوبن شانل؟ لا بقى فيه فوقيه ميه وبالتالي الميه اللي فوقيه دي بقت عامله عليه ايه؟ بريشر. يبقى انا لما اجي اقسم لازم السطح عندي في التقسيمه بتاعتي بتاع اي سيكشن او اي جزء موجود لازم السطح يكون ايه؟ البريشر عنده ايكوال زيرو. لازم السطح هنا البريشر عنده ايكوال زيرو عشان احقق ان ده اوبن شانل. لو عملت حاجه غير كده وقسمت خدت الجزء اللي تحت ده لوحده فده كان ساعتها هيبقى فوقيه جزء ميه، جزء الميه ده عامل بريشر فوقيه وبالتالي ده مش اوبن شانل. فاهمين؟ عشان كده لازم كنت اقسم الشكل ده. طيب يبقى انا دلوقتي عندي الدستورج اللي هيمشي في الجزء ده هو الكيو ايه؟ الكيو 1. والدستورج اللي هيمشي في الجزء ده هو ايه؟ كيو 2. طيب يبقى انا دلوقتي عندي الدستورج التوتال ده هيساوي ايه؟ كيو 1 زائد 2 كيو 2، صح؟ طيب يبقى انا دلوقتي عاوز اعمل ايه؟ يبقى ده الكيو 1 وده كيو 2. يبقى لازم اروح احسب البروبرتيز بتاعت الجزء السكشن الاولاني والبروبرتيز بتاعت السكشن ايه؟ التاني. يبقى انا دلوقتي عندي ايه؟ ده اللي هو 1 وده للجزء اللي هو 2. طيب يبقى اول حاجه انا في مانينج عشان اعوض لازم احسب الاريا ولازم احسب ايه؟ الار اللي هو الهيدروليك مين ديبس اللي هو بيساوي ايه؟ الاريا على الويتد بريمتر. يبقى لازم احسب الاريا ولازم احسب ايه؟ الويتد بريمتر، صح؟ طيب يبقى انا اول حاجه هروح احسب الاريا بتاعت السكشن الاولاني هتساوي ايه؟ الاريا دي كلها اللي هي انه جزء اللي هو الجزء ده. تمام. طيب هي الاريا دي بتساوي ايه؟ مش ممكن اقسمها بالشكل ده ان الجزء اللي فوق ده عباره عن ايه؟ ريكتانجلر وتحت ترابزويدال، صح؟ طيب هو الدبس بتاع الجزء اللي فوق ده كان ايه اللي كان؟ 2 متر. تمام. طيب يبقى انا دلوقتي عندي 2 مضروبه في مين؟ مضروبه في الطول ده كله اللي هو كام؟ 6 و2 هنا و2 زيها هنا اللي هي كام؟ 10 بلس ايه؟ بلس الترابيزويدال دي اللي هو مجموع القاعدتين المتوازيتين على الاثنين في الارتفاع اللي هو ده كان كام؟ 10 زائد كام؟ 6 على الاثنين مضروبه في مين؟ في الارتفاع اللي هو كان الارتفاع ده قايل لي عليه كان كام؟ 3 متر. يبقى في 3. يبقى الاريا ساعتها هتساوي كام؟ 4 متر.
44. طيب بعد كده الويتد بريمتر هو فين الجزء اللي فيه كونتاكت ما بين سطح الميه وما بين السيرفس اللي موجود عندي؟ ده بلس ده بلس ده صح؟ طيب الطول ده والطول ده، ده دي حاجه وهميه مش موجوده. البرويتد بريمتر هو الجزء اللي بيحصل فيه كونتاكت ما بين الميه وسطح الايه او السيرفس اللي موجود عندي بس. وبالتالي انا عندي انه جزء اللي هو الطول ده كده. طيب هو الطول ده كام؟ اللي هو 6 بلس كام؟ 2 مضروبه في كام؟ يبقى جذر 2 سكوير زائد ايه؟ 3 سكوير هيساوي كام؟ 13.2 متر. يبقى انا عندي الاريا وعندي الويتد بريمتر، اقدر اجيب مين؟ الار اللي هو هيساوي الاريا على الويتد بريمتر، هيساوي كام؟ 3.33 متر. تمام؟ في مشكلة؟ طيب يبقى أنا دلوقتي مش هقدر أروح أجيب الدسشارج بتاع الجزء الأولاني، هيساوي كام؟ 1 على الـN. الـN عندي كانت بكام؟ 0.025 مضروبة في مين؟ في الاريا. الاريا انا جايبها 44، بعد كده مضروبه في الار اللي هي 3.33 باور 2 على 3 مضروبه في مين؟ في سكوير روت الاس نوت. طب الاس نوت هنا 10 سنتيمتر بير كيلومتر، فانا عاوزها سنتيمتر بير سنتيمتر، حاجه يونتلس صح؟ طيب يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ 10 سالب 5. تمام؟ في مشكلة؟ طيب يبقى الدسشارج عندي هنا هيساوي كام؟ 39.24 متر كيوب بير ثانية. تمام؟ طيب نفس الكلام للجزء الثاني. يبقى اروح احسب ايه؟ الاريا بتاعته، هي الاريا بتساوي كام؟ يبقى الطول ده زائد الطول ده على الاثنين في الارتفاع صح؟ طيب هو الطول ده كان كام؟ ده 3 وده كان قايل لي ان هو كام؟ 0.75 صح؟ طيب يبقى انا دلوقتي عندي كام؟ يبقى الطول اللي فوق ده اللي هو 3.75 بلس الطول اللي تحت اللي هو كان كام؟ 3 على الاثنين في الارتفاع اللي هو كان كام؟ ب 2. تمام؟ يبقى انا كده جبت الاريا عندي اللي هي تطلع كام؟ 6.75 متر سكوير. طيب بعد كده الويتد بريمتر هيساوي كام؟ الويتد بريمتر اللي هو الطول اللي بيحصل عليه كونتاكت اللي هو الطول ده بلس الطول ده. يبقى انا عندي دلوقتي 3 بلس ايه؟ سكوير روت كام؟ 0.75 سكوير بلس 2. مش الارتفاع ده كان 2؟ تمام. يبقى القيمة دي هتطلع بتساوي كام؟ 5.13 متر. من هنا اقدر احسب ايه؟ الهيدروليك راديوس اللي هو بيساوي ايه؟ الاريا على الويتد بريمتر. طيب القيمة دي هتطلع كام؟ 1.314 متر. طيب مش هقدر كده اروح اعوض في مانينج ايكويشن عشان احسب الدسشارج، هتساوي 1 على الان. الان المره دي بكام؟ بالظبط في مين؟ في الاريا في الار تباور 2 على 3 مضروبه في مين؟ في سكوير روت السلوب ثابت ما اتغيرش عنه. تمام؟ طيب يبقى الدسشارج عندي هيساوي كام؟ 2.313 متر كيوب بير سكند. ممكن السلوب يتغير؟ ممكن السلوب؟ لا ازاي هيتغير؟ ما هما الاثنين ده كروس سكشن. لو احنا جينا رسمنا اللي هو اللونجيتودينال عند سكشن الاثنين ليهم نفس السلوب. تمام؟ وده سطح الميه اللي موجود عندي.
عادي ان هو جذر الاثنين سكوير مثلا زي كده، سكوير هو بيديني الابعاد حقيقيه. لو هو بقى جاب لي السلوب اللي هو عمالين هو يكون مثلث صغير كده، دي ساعتها احنا بنقول ان لازم تيل واحد. تيل واحد بالظبط كده. او انت ممكن تروحي تحسبي ساعتها اللي هو الجزء ده زي ما حسبناه امبارح، ان احنا خرجنا المثلث ده لوحده بره كده، ولو ده تي وده واحد وانا عارف الطول ده، يبقى الطول ده هيساوي كام؟ اللي هو تي في الوورد مثلا. تمام؟ يبقى انت كده جبتي الطول ده تجمعيه على الطول اللي هو جبن عندك اللي هو الثلاثه، يبقى جبتي الطول ده كله. تمام؟ حد عنده مشكله؟ كتبته غياب؟ المساحه الثانيه معلش حضرتك، المساحه الثانيه جبتها ازاي؟ اللي انا جبت الطول ده هو الشكل عندي كان عامل ازاي؟ حاجه بالشكل ده كده صح؟ طيب الطول ده كام؟ كان 3 زائد 0.75 صح؟ والطول اللي تحت ده كان كام؟ كان 3 2. يبقى عشان تجيب المساحه دي مجموع القاعدتين المتوازيتين ده بلس ده على الاثنين في مين؟ في الارتفاع.